اهلا السلام وسهلا. عليكم. عليكم السلام ازيك يا ورحمة الله. بنتي؟ اهلا عامله ايه؟ وسهلا، ازاي حضرتك؟ ما شاء الله عليك الله يا يكرمك دعاء، ربنا يديك الصحة والعافية يا بنتي. الله يكرمك يا رب. شكريني يا شيخ على تعبك معانا. الله يستر. اول سؤال عن بر الوالدين، عندي ابن تعبني قوي اللي اسمه حسين دوت، بيعاملني وحش انا وابوه ومش عارفة ليه، وللاسف ان هو مش حاسس ان هو غلط. اتعاملت معاه بكل الطرق، وتعاملت معاه بالعافية وبالذوق وبالإحسان هو وبالحب متجوز وكل حاجة. ولا لا، لسه متجوز؟ كبير كبير ومش متجوز، كم بس سنة؟ احنا الظروف ضاقت علينا شوية، هو تمرد على الظروف ومش راضي يعرف ربنا، وبقاله شهر ما بيصليش الجمعة، ويبص لي من فوق لتحت لما اجي اصحيه ولا كاني بتكلم. انا دمي يتحرق والضغط يعلى عليا، وابقى تعبانة وحزينة على عقاب ربنا عليه، ومفيش فايدة. وهو ولا هنا، تمبال تمبال. أخوه كلمه الكبير، وأخواته الاتنين حلوين، واستغفر الله العظيم مش عارفة أجيبه منين. دلوقتي جبته لما صحي وقلت له يا ابني قوم اتوضى وتعالى أنا عايز أتكلم معاك، راح باصص لي من فوق لتحت وسابني ومشي وعوض بقه، مش عارفة ليه. إيه فاكر نفسه راجل؟ هي دي الرجولة يا ناس؟ استغفر الله العظيم. المهم ربنا يهديه هو واللي زيه. ثاني شيء، ثاني سؤال عايز اسال، بالنسبه للغش، الجزار واقف يا دعاء وتحت منه الطبق فيه اللحمه البايظه او اللحمه المجمده، ونازل فرم للناس ويبيعها على انها ايه؟ طازه بلدي. وغاليه بلدي. طازه وغاليه، ويحط حته من ده على حته من ده ويمشي. انا مش عارف درجه ان ايده اتاكلت في المكنه، وبرده مفيش فايده. يعني صوابعه في صبعين كده استخدوا حته منه، اتقشط منهم حته. طب انا عايز افهم، وبعدين غني دعاء ومعاه فلوس ومعاه كل، عايز ايه من الدنيا؟ الدنيا فيها ايه يا ناس كده؟ ناس تتصل بيه يفرم ويعصر اللحمه بيض عنك سودا. طب عايز ايه؟ معاه فلوس. صح معاه. طب انت لو افرض انتوا يعني نبهتوه وهو، انا بقى انا نبهته، بس هو زعل طبعا مني، ويعني زي ما تقولي ايه، كرشني من المحل، طردني بس بالذوق، يعني زي ما تقولي ايه، ما تجيش عندي تاني وكده. فانا بس عايزه كلمه من الشيخ، كلمه عامه للغش. ماشي يا حاج ام حسين، وربنا يهدي لك حسين يا رب. امين. ويحنن قلبه عليك يا رب. امين يا رب. بص يا فندم، عايز اقول لكل ولد وكل بنت بيسمعونا، حرقه قلب الام والاب دي كبيره قوي عند ربنا، كبيره قوي. فاللي راضي ابوه وامه ربنا بيبقى راضي عنه، واللي بيغضب ابوه وامه ربنا بيغضب عليه. بس هما جنتك او نارك. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. الناس فاهمين الحديث ده يا فندم، لما ابويا وامي يرضوا عني يبقى ربنا راضي عني. لا، الحديث مفهومه كده غلط. المفهوم الصح ايه؟ رضا الله يعني انت لما تراضيهم كانك بتراضي الله، ولما تسخطهم او تغضبهم كانك تغضب الله. يعني البدايه ايه؟ ها، البدايه منك انت. وعايز اقول لك ده كاس وداير. قال صلى الله عليه وسلم: ذنبان يعجل الله بهما لصاحبهما في الدنيا قبل الاخره، البغي يعني الظلم، والعقوق يعني عقوق الوالدين. وسيدنا النبي حديث مروع، حديث مخيف لكل واحد مزعل على ابوه، وكل واحد غضبانه منه امه او ولد او بنت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليفعل العاق ما شاء ان يفعل فلن يدخل الجنه. فليفعل العاق ما شاء ان يفعل فلن يدخل الجنه. وسيدنا النبي قال عن الاب والام: هما جنتك او نارك. يعني هم السبب في دخولك الجنة أو هيبقوا السبب في دخولك النار. والنبي قال: خاب وخسر وشقي وبعد، ها، وأبعده الله من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. يا بختك اللي ليك أب موجود وأم موجودة، ويا بختك ويا بختك ويا بختك اللي ليك الاثنين موجودين. فرصة عظيمة عض فيها بإيدك وسنانك، لأن بعد كده هتدور عليهم نسخة لن تتكرر.